أود في البداية أن أحيي الحضور الكريم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك وسعيد. وأحيي الإخوة أعضاء في الجمعية سواء الموجودين بدار المحجر أو الموجودين بمدينة العيون، وإنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن نكون موجودين معكم هذه المناسبة وهذه المائدة الفنية والإنسانية، ونقدم ما استطعنا تقديمه مساهمة بسيطة منا للجمعية ولساكنة مدينة العيون. الأغنية التي قدمتها هي أغنية للشاعر العراقي بدر شاكر السياد، واللحن والأداء هدية مني متواضعة، أتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم وشكركم. I'm
الباب مقرعته بين الدنيا